في كراج الهبطة سيدي بوتشيش. سيدي بوتشيش الموضوع اللي تنطرقوا ليه هو هاد الشقاق ديال الحيوط اللي كاينين. جات السلطة ثلاث مرات ما كناش معاهم الحل وما داروا والو. جاو السلطة جاو هذا العام اللي فات جاو ثلاث مرات. جات القايده واش السلطه جات بناء على درتو شكايه ولا لا؟ درنا معاهم وجاو شافوا واحد النهار جاو شوف صدفه وجاو شافوا قال لك غادي نجي وغادي غادي نقدوا هذا الشيء ولكن هذا الشيء خطر على اش من سنه باش جاو السلطه فهمت؟ صافي ما كامله اخر مره حتى ثلاث شهور ما كاملاش. وهاد المعاناه وهاد الشق هذا اللي كنشاهدوا دابا حنا واش كان شحال تقريبا من العام هذه انتما كتعاني من هذا الشيء وشحال واش قبل من المبادره ولا بعد المبادره؟ لا المبادره حيت جات دازت ويبان الشق يعني مورا المبادره. بطبيعه الحال مورا المبادره. يعني المبادره دازت في 2008 ايه ولكن وراها بدا تيتشق الحيط. يعني مورا المبادره بدا الشق يعني السنين هذه وهذا الشق غادي يكون مورا المبادره حيت مورا المبادره ما كانش الحيط. شحال تقريبا هذا الشق هو كاين؟ شحال من سنه؟ صافي دابا شي تكون شي 8 سنين 8 سنين بحال هكا 8 سنين وغاديو كيتزاد. شنو الرساله ديالكم للسلطه المحليه؟ الرساله ديالنا باش يجيو يقادوا هذا الشيء ويحيدوا ويصلحوا كاع الحاجه اللي خايبه وصلحوا. دابا انتم دابا مهددين يعني كيفاش واحد النهار يخرج هذا السيد محلو ولا سيد محلو غادي يتصح عليه هذا الشيء غادي يقتلو. علاش؟ الا كان داخل بطبيعه الحال ما حيت كاين الظلمه غادي يتصح على برا الناس اللي على برا هما اللي غادي يتصابوا. شكون اللي كان حاضر قلتي في السلطه المحليه؟ شكون كان عندكم؟ كانت القايده كان سميتو الكوميسار ديال باب غمات كان المقدم يعني كانت لجنه مختلطه كل شيء كان. السلام عليكم ورحمه الله. كل شيء مزيان بعدا كل شيء بخير ما عندي ما نقول. الضرر اللي كاين عندنا من بعد المبادره ملي خرجوا مني خرجوا ما كاينش عليهم شهر هاد الشق هذا اللي تشوفوا هنا كله هو انت خرجت المبادره كي خرجت بشهر تقريبا ما نحدد لك شي شنو سنه شي 2008 ولا شي مني خرجوا بشي شهرين او شهر هاد الشق بدا تيبان. من بعدها دازوا جاوا صحاب الواد هذا ديال الله راديما حفروا هنا خلاو لا لينديزا دارت الفويت مني هذاك الفويت بدات تنزل الارض هذه هو وقع ذاك الضرر الاخر اللي كاين ذاك الشق اللي كاين نزل ديك الساريه نزل هذاك الشق وما كان ساريه كون مشى هذاك الشق. ايوا شكون اللي بينا نطالبوا دروكا اللي يزيد لنا الاصلاحات هذه؟ بالنسبه للصنيعي هنا تيجيو بالعدد وهذا الصنيعي هذا الى وقع ليه مشكل غادي يرجع لدارو ما يمكنش بسبب هذا الشق هذا الى طاح هذا الشيء مهدد من غدا يصح من غدا راه دابا الناس الخدمه اللي هي ثقيله تيمشي يخدموا بلاصه اخرى ما تيخدمش هنا تيهز داكشي اللي عندك تقول فيه تيخدم في بلاصه اخرى حيت الا جا يخدم هنا ويدير هذاك التزعزيع هادشي غادي ينزل في رمش العين. وشكرا. شنو الرساله ديالك؟ الرساله ديالنا خص يجيو هاد الناس يديروا هاد الاصلاحات ويعتقوا هاد الصناعي لان الصناعي الا مشى تطاح عليه هادشي هذا راه مشى لا هو لا وليداتو لا بزاف د الحوايج بلا ما نوضح هادشي راه كلشي واضح. وانتم هادي هي المهنه اللي كتقوتوا منها؟ هاد المهنه ديالنا تنمثل بها المغرب كله ماشي حنا تنمثل بها المغرب كله اي صناعي هنا الا تيمثل المغرب كله ماشي تيمثل راسو. شحال انت في هذه المهنه؟ واه الا بغيت تعرف شحال انا في هذه المهنه 42 عام وانا في هذه المهنه وشكرا وتحياتي لكم. الاسم ديالي مولاي احمد الله يخليك كما قال الاخ اللي قبل مني راه حنا مهتدين ما بقاش لقينا نخدموا هنايا الحاجه اللي بغينا نخدموا عرفنا فيها تقبل بزاف والخدمه بزاف فتمشيوها لبلاصه اخرى وراه هذه من بعد من المبادره هي دازت المبادره تقريبا بشي شهر راه هاد الشيء هذا ولا تيهدد كاع الناس اللي جيراننا هنا تيهددوا ما باقيش لقينا نخدمو راه ولينا هربانين من هنا خايفين على روسنا وخايفين على الكليان اللي تيجيو عندنا لهنا حنا راه ما باقيش بقينا نقعدو هنايا وتنطلبو من السلطات يدير معنا شي حل في هاد الشيء هذا راه جات المرة الأولى وجات المرة الثانية وراه بيدين بعيد وتنطلبو منهم يعاودوا النهضة في هاد الشيء هذا التدخل السريع الله يخليكم باش يديروا معنا شي حل لهاد الشيء السيد الوالي باش يدير معنا شي حل لهاد الشيء هذا حيت راه مهددنا بزاف ومهدد حتى الناس اللي تيدوزوا من هنا الناس اللي يدخلوا عندنا وتناكلوا معاهم طرف ديال الخبز راه مهددين حتى هما راه في أي لحظة غادي يطيح هاد الشيء هذا وما غاديش نعرفوا إمتى غادي يطيح وإلا جات الشتا راه تنتقصوا بزاف كاع إلا جات الشتا راه ما باقي تنديروا حتى شي حاجة وتنطلبوا من الناس المسؤولين يعاودوا النظر في هذا الشيء هذا الله يجازيكم بخير.
راه ترفسنا بزاف وراه صبرنا بزاف. راه تقريبا ملي دازت المبادره كي قلنا تقريبا بشي شهر راه ولا عندنا هاد الشهاده ما بقيتش نقدروا نسلو المحلات. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.